بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل الكلام مع آيات الأحكام من كتاب الله عز وجل، وقد انتهينا في الحلقات السابقة إلى قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلى قوله تعالى: ويسلم تسليما، الآيتين. قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول، أي جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بمعنى أن الرسول يوحى إليه بشرع مستقل، وأما النبي فإنه يؤمر باتباع شريعة من قبله من الأنبياء، وقد يوحى إليه وحي خاص في قضية من القضايا. فالرسول أعم من النبي، فكل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا. وفي قوله: إلا ليطاع، فيه وجوب طاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا هو الغاية من إرسالهم، لأنهم مبلغون عن الله عز وجل، والله جل وعلا أرسلهم ليتبعوا ويطاعوا، لأنهم مبلغون عن الله عز وجل، طاعتهم طاعة لله عز وجل. وليس من لازم ذلك أنهم لا يطاعون إلا بما وافق كتاب الله، فقد يوحى إليهم وحي ليس في القرآن، ويكون زائدا على ما في القرآن في بعض الأحكام. فإن السنة سنة النبي قد تأتي بزيادة أحكام لم تذكر في القرآن، وهو واجب الطاعة في ذلك لأنه رسول الله. ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم وكيلا. فما جاء به الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله واتباعه وطاعته، سواء كان موافقا لما في القرآن أو كان زائدا عما في القرآن، لأنه رسول الله وواجب الطاعة. وقوله: بإذن الله، أي بشرعه وقدره، وفي هذا براءة من الحول والقوة، فإنك لن تستطيع أن تطيع الرسول أو أن تتبعه إلا بإعانة الله عز وجل. وهذا هو معنى قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. ولو أنهم، أي الذين طلبوا التحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين ذكرهم الله في قولها: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهذا ظلموا فيه أنفسهم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه،
والظلم أنواع ثلاثة: ظلم بين العبد وبين ربه، وهذا بالشرك بالله عز وجل، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والنوع الثاني ظلم العبد للناس بأخذ أموالهم والكلام في أعراضهم وقتلهم أو ضربهم، الاعتداء عليهم، فهذا ظلم بين العبد وبين الناس. والنوع الثالث ظلم بين العبد وبين نفسه، وذلك بالمعاصي، وهو المقصود هنا: ظلموا أنفسهم حيث إنهم عرضوها لمعصية الله عز وجل، حيث إنهم طلبوا تحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا، مع كونه معصية لله عز وجل، فيه إساءة أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنقص من حقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم في هذه الفعلة جاءوك فاستغفروا الله، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في حياته عليه الصلاة والسلام ويوم أن كان موجودا، فيأتون ويعتذرون إليه ويستغفرون الله عز وجل، يطلبون منه المغفرة مما حصل منهم. واستغفار الله يجوز في كل مكان، فلا يختص بمكان ولا بزمان، ولكن واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مربوط بوجوده صلى الله عليه وسلم بين الناس في حياته عليه الصلاة والسلام، لأن استغفاره ودعاءه مطلوب للمؤمنين لما يمتاز به صلى الله عليه وسلم من قربه من الله عز وجل وإجابة دعوته. ففي قوله استغفروا الله، هذا يدل على أنهم أساءوا في حق الله في كونهم أرادوا تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله واستغفر لهم الرسول دليل على أنهم أيضا أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو استغفر لهم الله لذهب هذا الإثم عنهم باستغفار، فالله يغفر لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يعفو عنهم عما حصل منهم في حقه، ويتبع ذلك بالاستغفار لهم وطلب المغفرة من الله عز وجل. والإتيان للرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الاستغفار إنما هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجوه: أولا أنه قال إذ ظلموا أنفسهم، فجاء بإذ التي هي لما مضى من الزمان، ولو كان المراد أنهم يأتون إلى الرسول كلما أذنبوا حيا أو ميتا لقال إذا ظلموا أنفسهم، لما يستقبل من الزمان. ثانيا أنه قال واستغفر لهم الرسول، وهذا إنما يكون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد وفاته لا يطلب منه شيء، لأن الأموات لا يطلب منهم شيء، لأن الميت لا يقدر على شيء، لا الاستغفار ولا غير الاستغفار. ثالثا أن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الأمة بما يشرع، لو كان مطلوب منهم إذا أذنبوا أن يأتوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لفعلوا، لكنهم لم يفعلوا، ولم يذكر عن واحد منهم أنه فعل ذلك. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.